الأسواق العالمية. معي مباشرة من دبي السيد رائد الخضر، رئيس قسم التداولات بإكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا رائد. لابد أن نبدأ من هذه التراجعات المستجدة على الدولار، يعني من بعد ما كان عم بيسجل أعلى مستوياته بشهر عم نشوف الآن ضغط على الدولار الأمريكي. في تفسيرين، تفسير بيقول أنه في خشية من بعض التباطؤ الذي قد يحصل على الاقتصاد الأمريكي، وفي أيضا هو متزامن مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. فما هو تفسيرك لهذا التراجع، وهل ترى أنه سيستمر أم لا؟ طبعا نادين، احنا شفنا انه الاسواق الامريكيه حساسه بشكل كبير خلال الفتره الماضيه للسياسه النقديه ومتغيراتها او الافاق الجديده. الان بعد ان استقرت بعض الشيء عادت مجددا للمعطيات الرئيسيه وهي معطيات الاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الامريكي حتى الان يؤدي اداء جيدا. اليوم ننتظر بيانات مهمه طبعا تؤكد هذا الامر. نحن على استمرارية بالتحسن والارتفاع لأكثر من 15 أو 16 شهر إجمالا ببيانات الاقتصاد الجزئي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا نوعا ما يعطينا يعني صورة إيجابية إلى أن المؤثرات على الأسواق الأمريكية في الوقت الحالي هي يعني فقط متغيرات الاقتصاد الجزئي على وجه التحديد، وأيضا إعلانات الأرباح التي أيضا تثبت كذلك الأمر أن الاقتصاد الأمريكي أكثر من 88% من الشركات التي تمت عن إعلان الأرباح هي بقراءات إيجابية وتفوقت على التوقعات. إذن يعني المحصلة حتى الآن يوجد ثقة بالاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والطويل، ولكن في الوقت نفسه تزايد الحالات، عدد حالات المتحور دلتا وكذلك الأمر يعني حالات كورونا إجمالا يضغط نوعا ما على أفاق النمو المستقبلية، وهذا ما يشكل عبء بعض الشيء على بعض القطاعات وبعض الشركات على وجه التحديد. إذا تحدثنا عن ما ننتظره حتى نهاية تعاملات هذا العام من قرارات من صناع السياسة النقدية من الفدرال الأمريكي تحديدا، سوف يتأثر بشكل كبير بالفترة الحالية التي نعيشها إذا ما كان هناك اضطرار إلى إغلاقات اقتصادية في الفترة القادمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الصين وأمريكا يعني تحت الضغط. رائد، عنا بالنسبة للجنيه الاسترليني عم نتابع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، ما المتوقع؟ حقيقة يعني بالنسبة للجنيه الاسترليني لا أتوقع أن يكون هناك أي تعديلات على سياسة. نحن عم نحكي عن محضر اجتماع أصلا ما في عندنا أي تعديلات، ولا أعتقد أن هناك جديد، خصوصا أنه تركيز المملكة المتحدة في الوقت الحالي هو أكثر على إعادة برمجة العلاقات الاقتصادية الجديدة أكثر من أن يكون في أي تعديلات على سياستها النقدية الحالية، وبالتالي معدلات الفائدة المنخفضة وبرنامج شراء الأصول يعني أعتقد كلاهما سوف يعني يستمران لفترة ممتدة أطول يحتاجها الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، لأنه نحن يعني نعي تماما في مرحلة بناء العلاقات التجارية الاقتصادية يجب أن يكون هناك سياسة تيسيرية مترافقة في الوقت الحالي وخصوصا تحت ضغط كورونا. أعتقد الاقتصاد البريطاني الذي بدأ يعني خلال بداية الصيف أن يعني يخفف القيود والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وعودة الاقتصاد إلى الانفتاح نوعا ما بعض الشيء ساهمت في التعزيز، ولكن لا تزال هناك العديد من الإجراءات الضاغطة والحازمة التي تقلل من إنتاجية الاقتصاد في المملكة المتحدة، وبلا شك أيضا موسم السياحة الذي أضر بكل المنطقة الأوروبية بريطانيا ليست بمنأى عنه. فعلى يعني ما ننتظره من محضر الاجتماع الفدرال، عفوا محضر البنك إنجلترا المركزي، لن يغير كثيرا من صورة الجنيه الاسترليني التي لا يزال تحت الضغط بالاتجاه الهابط. متوقع أنه يرزح أكثر باقتراب مستويات 36 والبقاء عند تلك المنطقة لفترة ممتدة أكثر، لأن الدولار الأمريكي سوف يكون أداؤه أفضل في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر، رئيس قسم التداولات بإكويتي جروب، أهلا بك.